السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب ثالثة ثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض درس جديد اللي هيكون عن القفص الصدري. عندنا القفص الصدري بيتكون من 37 عظمة، 37 عظمة. لما نيجي نحسبهم نلاحظ إن القفص الصدري بيتكون من 12 ضلع على اليمين و12 ضلع على الشمال، يبقى دول 12 ضلع ودول 12 ضلع. وكمان بيكون في عندنا عظمة في النص اسمها عظمة القص، العظمة دي اسمها عظمة القص. يبقى كده ادي كمان عظمة. طيب برضو كمان معانا 12 فقرة بيتصل بيهم من الخلف، او 12 فقرة اسمها الفقرات الظهرية، او هي الفقرة الاولى الثانية الثالثة والرابعة 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كده معايا 12 فقرة و12 ضلع، 12 فقرة و12 ضلع بعظمة القص. يبقى كده اجمالي عدد عظام القفص الصدري هم 37 عظمة، 12 و12 زائد 12 زائد عظمة القص زائد كمان العظمة اللي هم ال 12 عظمة بتوع القفص الصدري، يدوني كده 37 عظمة. طيب احنا عندي القفص الصدري بيتكون من الضلوع اللي هم 12 زوج من الضلوع، يتصلوا من الأمام بعظمة اسمها عظمة القص. طيب تعالى نقسم الضلوع أصلا، لأن الضلوع فيه منهم 3 أنواع. أول 7 ضلوع عند الضلع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. أول 7 ضلوع بيتصلوا مباشرة بعظمة القص، فبقول عليهم الضلوع الحقيقية. الضلوع دي اسمها الضلوع الحقيقية، ليه؟ لأنهم متصلين مباشرة، اسمهم الضلوع الحقيقية. ليه؟ لأنهم بيتصلوا بشكل مباشر بعظمة القص. لو لاحظت كده معايا، بص كده معايا، هذا الضلع الأولاني اهو متصل بشكل مباشر، وهذا الضلع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وآدي آخر ضلع اهوت اللي هو السابع. فنقول على أول 7 أزواج من الضلوع إن دي اسمها الضلوع الحقيقية، لأنهم بيتصلوا اتصال مباشر، فيبقى دول كده الضلوع الحقيقية بتتصل اتصال مباشر. يبقى عدد الضلوع التي تتصل اتصالا مباشرا بعظمة القص هم 7 أزواج. يعني 7 أزواج؟ يعني 14 ضلع. خلي بالك 7 أزواج يعني 14 ضلع. طيب نيجي بعد كده الضلوع اللي تحت اللي هو الضلع رقم 8 و9 و10، بنقول على الضلوع دي اسم الضلوع الكاذبة. ليه؟ لأن أنت بتيجي تبص عليهم، تيجي تبص على الضلوع دي بتلاحظ إن هي بتتصل القص. يعني تيجي تسالهم كده تقول لهم يا ضلوع يا 8 يا 9 يا 10 انتوا متصلين بعظمه القص؟ يقولوا ايوه اهو 8 و9 و10 متصلين فعلا، بس مش متصلين بشكل مباشر لانهم ماسكين في الغضروف بتاع الضلع رقم 7. فبقول عليهم الضلوع الكاذبه. ليه؟ لانهم مش متصلين بشكل مباشر، فبقول عليهم الضلوع الكاذبه، لان الاتصال بتاعهم بيكون غير مباشر. اللي هما كام؟ 3 ازواج من الضلوع. طيب لما اجي اسالك بقول لك انا كده كام عدد الضلوع المتصله، الضلوع المتصله بعظمه القص اهوت الضلوع، قلت المتصله بقى ما حددتش مباشر ولا غير مباشر بالقص، ما حددتش انا هم مباشر ولا غير مباشر، ساعتها هقول لك هم عباره عن 10 ازواج من الضلوع. 10 ازواج ليه؟ لان 10 من هنا هم، بص كده عد معايا، ادي عندك ادي 1 2 3 4 5 6 وادي 7 و8 و9 و10، باختلاف طبعا ان انا عندي اول 7 الاتصال بتاعهم بيكون مباشر، لكن 8 و9 و10 بيكون اتصال غير مباشر. يبقى كده 10 ازواج يعني بيساووا 22 ضلع. بيتصلوا بمين؟ بيتصلوا بعظمه القص. طيب عظمه القص لو جيت تبص عليها برضو هتلاحظ ان بيتصل بيها عظمه، يعني هنا كده اسمها عظمة الترقوة، يكون في هنا عظمة كده اسمها عظمة الترقوة، ودي أحد عظام الهيكل الطرفي. هنا كده في الجزء ده كده بتلاقي في عظمة من هنا اسمها عظمة الإيه؟ الترقوة. عظمة الإيه؟ عظمة الترقوة. بص كده المنظر ده، هي دي عظمة الترقوة أهي، دي كده الترقوة. خلي بالك بقى دي كده الضلع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، المفروض ان بيكون في تحت العين السابع اللي اسمها الضلوع الايه؟ الحقيقيه. بص كده المنظر ده اهي، العظمه اسمها عظمه الايه؟ عظمه الترقوة.
عظمة الترقوة دي أحد المكونات بتاعة الهيكل الطرفي، هي وعظمة لوح الكتف، هي عظمة لوح الكتف بيكونوا حزام اسمه حزام كتفي أو حزام صدري. حزام كتفي أو حزام صدري. فدلوقتي أنا عندي عظمة لوح الكتف اللي هي ورا دي بتتصل بعظمة القص اتصالا غير مباشرا. ليه؟ لأن في عظمة أفقية، هي عظمة أفقية يعني بتكون موجودة في المستوى الأفقي، بتوصل ما بين لوح الكتف، دي لوح الكتف، وتوصل ما بين القص. فيبقى كده القص دي بتتصل بكام عظمة؟ القص احنا قلنا بتتصل ب10 أزواج من الضلوع، زائد اللي هما ترقوتان، اتنين ترقوة، واحدة من اليمين واحدة من الشمال. يبقى كده إجمالي عدد العظام المتصلة بالقص هما 22 عظمة. 22 عظمة. بس خلي بالك ممكن يجي يسألك سؤال مثلا يقول لك إيه؟ كم عدد عظام الهيكل المحوري؟ كم عدد عظام الهيكل المحوري؟ تعالى كده نجيب الأسئلة دي. تعالى نجيب الأسئلة دي. بص هنا معايا. ممكن أجي أسألك سؤال ويقول لك كم عدد عظام الهيكل المحوري المتصلة بالقص؟ ساعتها طالما أنا قلت لك محوري، محوري يبقى أنا هنا قصدي على الضلوع. قصدي على الضلوع. أنا معايا كم ضلع متصل بالقص؟ هما بيساوي طبعا 10 أزواج. 10 أزواج يعني بيساوي 20 عظمة. طيب ممكن يجي يسألك سؤال تاني ويقول لك كم عدد عظام الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي المتصلة بالقص؟ طالما قلت لك هيكل طرفي يبقى انا قصدي على الترقوع، يبقى الترقوع بيساوي عظمتين. طب مثلا ممكن يجي يسألك سؤال تالت خالص اهوت ويقول لك ايه؟ كم عدد العظام التي تتصل اتصالا مباشرا بالقص؟ اتصالا مباشرا بالقص انا معايا 7 ازواج اللي هي الازواج الحقيقيه، يعني بيساوي كام؟ يعني بيساوي 14 زائد الاثنين اللي هم الترقوه، يعني بيساوي 16 عظمه. بيساوي 16 عظمه. يبقى خلي بالنا من الافكار دي، خلي بالنا من الثلاث اسئله دول. يبقى دلوقتي عندي كده عظمه القص، ان عظمه القص متصل بيها ال10 ازواج، 7 بشكل مباشر، اهمت 7 بشكل مباشر بنقول عليهم الازواج او الضلوع الحقيقيه، وبعد كده 3 تانيين بيكونوا بشكل غير مباشر بنقول عليهم الضلوع الكاذبه، بنقول عليهم الضلوع الكاذبه. ده كان بالنسبه للاتصال من الامام. طيب الضلوع دي بتبقى عباره عن عظم، يعني ده كده نسيج ضم صلب، وده وبرده عظمه القص دي نسيج ضم صلب. علشان كده احنا عندنا الضلوع دي بتتحرك اثناء عمليه الشهيق والزفير عشان خاطر توسع التجويف الصدري للرئتين، احنا الرئتين بيكونوا موجودين جوه. طب عشان خاطر اتحرك خلال الشهيق والزفير لازم يكون في جزء لين او مرن يكون بيوصل ما بين الصلب اللي هنا مع الصلب اللي هنا، ومن هنا بيجي دور الغضاريف. يعني احنا عندنا الضلوع مش بتتصل اتصالا مباشرا بعظمه القص. ليه؟ بسبب وجود غضاريف. الغضاريف دي بيكون ليها دور في عمليه التنفس. ليه؟ لانها بتكون مرنه بتتحرك اثناء الشهيق للامام والجانبين علشان تساعد طبعا على حركه الضلوع للامام والجانبين، وبالتالي بتوسع التجويف الصدري، فاقدر ان انا اخد ايه؟ اخد نفس اعدي الرئتين بالهواء، وبعد كده ترجع تاني اثناء الزفير عشان خاطر اضغط على الرئتين، وبالتالي كده الضلوع عندي بتتحرك. فما ينفعش يكون جزء صلب يتصل بجزء صلب وينفع يتحرك، لا، لازم يكون في ما بينهم جزء مرن يديني حركه، يديني حركه اثناء عمليه الشهيق والزفير. وبالتالي وظيفه الغضاريف دي هي انها بتساعد في عمليه التنفس، لانها بتعمل على حركه الضلوع اثناء الشهيق والزفير. وقت الشهيق والزفير بتساعد على حركه الايه؟ على حركه الضلوع. انا عندي عظمه القص دي بتتكون من 3 اجزاء، الجزء اللي فوق اهو الجزء العلوي، والجزء اللي في النص ده اسمه جسم القص، والجزء التحت ده اللي هو تحت او السفلي ده اسمه النتوء الخنجري. النتوء الخنجري ده بيكون جزء غضروفي، جزء غضروفي مش بيتصل به اي غضاريف ولا اي ضلوع. يعني بص لو لاحظت ان اخر غضروف معايا اهوت الغضروف السابع اهوت بيكون متصل باخر جزء في الجسم، لكن الجزء الغضروفي اللي تحت ده كده اللي هو اسمه النتوء الخنجري مش بيتصل بضلوع خالص، ما
ما بيكونش متصل بضلوعه، بيكون جزء غضروفي، يعني بيكون فيه نسبة كالسيوم أقل من الجزء اللي فوق. طالما غضروفي يعني كده بيكون فيه نسبة كالسيوم، وكمان الالتئام بتاعه بيكون أبطأ، الالتئام بتاعه بيكون أبطأ من الجسم بتاع القصر. دي كانت كل المعلومات الخاصه بعظمه القصر. طيب نيجي بعد كده نشوف اتصال الضلوع. عندنا هو شكل الغضروف اهوت اللي بيتصل بعظمه القصر، وده كده النتو الخنجري اللي بيكون عباره عن غضروفي. وطبعا الضلوع قلنا ان هي ما بتتصلش اتصالا مباشرا بعظمه القصر، ولكن بيكون في ما بينها غضروف. الغضروف ده بيساعد على حركه الايه القفص الصدري. طيب نيجي بعد كده نشوف اتصال الضلوع من الخلف. الضلوع من الخلف بتتصل بالفقرات الصدرية أو الفقرات الظهرية، بتتصل بالفقرات الظهرية. طب الفقرات الظهرية عددهم كام؟ بيكون عندي 12 فقرة، 12 فقرة ظهرية. فبص بقى كده، الضلع الأولاني بيتصل بالفقرة الأولى الظهرية الأولى. خلي بالك بقى، الضلع الأول بيتصل بالفقرة الظهرية الأولى. طب الفقرة دي هي الفقرة الظهرية الأولى. طب الفقرة رقم كام في ترتيب العمود الفقري؟ هنا بقى تخلي بالك من حاجة، أنا عندي العمود الفقري بيكون فيه 7 فقرات فوقية، أدي 1 2 3 4 5 6 7، دي كلها اسمها الفقرات العنقية. العنقية، فتبقى الفقرة دهيت، الفقرة دهيت، بص بقى اسمها الفقرة الظهرية في ترتيب الفقرات الظهرية الأولى. بس خلي بالك الفقره دي هي الفقره في ترتيب العمود الفقري، انا معايا 7 فوق، فتبقى دي الفقره رقم 8. ليه انا بزود ال7 لفوق؟ يعني لو من حيث الظهريه فهي الاولى، لكن من حيث ترتيبهم فهي بيكون ترتيبها رقم كام؟ ترتيبها رقم 8. ترتيب الفقرات بشكل عام، ترتيب الفقرات، لان انا معايا 7 فوق عنقيه. فمثلا لما اجي اقول لك هي الفقره المنصفه للعمود الفقري، الفقره اللي بتنصف العمود الفقري رقمها كام؟ هتقول لي الفقره رقم 17. طب الفقره رقم 17 دي هي الفقره رقم كام في الفقرات الظهريه؟ هتقول لي 17 ناقص ال7 اللي هم فوق، فتديني الفقره رقم 10 اللي هي ده، دي الفقره المنصفه. طب الفقره المنصفه للعمود الفقري قلنا ان هي ترتيبها في الفقرات الظهريه رقم 10، لكن ترتيبها في الفقرات عامه بشكل عام يبقى 10 ظهريه، لكن بشكل عام هي ترتيبها رقم 17. طب بتتصل بالضلع رقم كام؟ بالضلع العاشر اهو، تتصل بالضلع العاشر. يبقى لما اجي مثلا اقول لك ايه، احنا قلنا ان الضلوع دهيت اسمها الضلوع الايه؟ الضلوع الكاذبه. طيب لسه ما شرحناش اخر بعض ضلعين تحت دول. الضلوع دي مش بتتصل بالقص من الامام، في انا عندي ضلعين اهوت في الاخر مش بيتصلوا بالقص من الامام، فالضلوع دي اسمها الضلوع العائمه. ليه؟ لانهم مش بيمسكوا في القص من اسمها الضلوع العائمه. انا عندي كام زوج من الضلوع العائمه؟ زوجين من الضلوع العائمه، زوجين اللي هم رقم 11، رقم 11 ورقم 12، رقم 11 معايا ورقم 12. طب اجي اسالك مثلا واقول لك زوج الضلوع الاول او زوج الضلوع العائم الاول اللي هو رقم 11 بيتصل بالفقرة الظهرية رقم كام؟ تاني كده، زوج الضلوع العائم الأول اللي هو رقم 11 أهو، رقم 11 ده اسمه زوج الضلوع العائم الأول، بيتصل بالفقرة الظهرية رقم كام؟ بالفقرة الظهرية هيكون رقم 11 أهي، بالفقرة الظهرية رقم 11، لكن في الفقرة في ترتيب العمود الفقري هزود عليهم السبعة اللي فوق اللي هما مين؟ العنقية، تبقى 11 زائد 7 يساوي 18. طب دلوقتي لما اجي اقول لك مثلا الضلع، تعالى كده نختار كده الضلع مثلا عشوائي بشكل عشوائي، الضلع ده هتقول ان الضلع ده 1 2 ادي 1 2 3 4 5، الضلع ده رقم 5 متصل بالفقره رقم كام؟ الضلع الخامس متصل بالفقره، بص الفقره الظهريه الخامسه هي زائد السبعه العنقيه اللي فوق، يبقى كده متصل بالفقره رقم 12. تبقى الفقره ده هي في ترتيب العمود الفقري رقم 12، لكن في ترتيب الفقرات الظهريه هي الفقره الظهريه الخامسه، كده كده الضلوع. طب مثلا الضلع ده احنا قلنا ده 5 يبقى دي 6 7 8، يبقى ده كده الضلع الثامن. الضلع الثامن ده متصل بالفقره رقم كام؟ هي الظهريه الثامنه، هزود عليهم العنقيه اللي فوق اللي هم 7، يبقى كده 8 و7 كام؟ 8 و7 هيكون طبعا رقم 15، يبقى دي الفقره رقم 15.
طيب لو جيت مثلا قلت لك الفقره دي متصله بالضلع رقم كام، تبدا بقى هنا تنقص، تبدا تحسب لي كده. انا عندي الفقره الاولى ثانيه ثالثه رابعه واللي هي الخامسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10، دي كده الفقره رقم 11، دي الظهريه ال 11. يعني الظهريه ال 11 يعني كده لما اجي ازود عليهم الفقرات تبقى 11 و7 تبقى رقم 18، 11 وال7 فوق تبقى رقم كام؟ 18. طيب يبقى متصل بالضلع رقم كام؟ متصل بالضلع رقم 11 وهكذا. بعد 9 لا يبقى ده دي لا دي 11. بص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هو في عامة الرسمة دي أصلا فيها غلطة، الرسمة دي فيها غلطة، فيها لخبطة في الضوء. أيه الرسمة دي فعلا فيها لخبطة في الضوء. لا تعال نشوف مثلا الفقرة دي، تعال نشوف مثلا الفقرة دي، تعال كده نعد الفقرات. أدي كده دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي الفقرة رقم 11. الفقرة الظهرية رقم 11 تبقى الفقرة في ترتيب العمود الفقري هزود عليهم 7 لنقية، تبقى الفقرة رقم 18. طب بتتصل بالضلع رقم كام؟ بتتصل بالضلع اللي هو رقم 11. طب أجي أسألك سؤال مثلا، أقول لك هي الفقرة رقم مثلا الفقرة رقم 16 متصلة بالضلع رقم كام؟ طالما الفقرة رقم 16 يبقى شيل السبعة اللي فوق، سبعة يبقى ناقص سبعة، يبقى 16 ناقص سبعة يديني 9، يبقى متصل بالضلع رقم 9. يبقى انا لما عاوز الفقره بزود 7، ولما عاوز الضلع بنقص 7. يبقى لما عاوز يبقى كده الضلع بيساوي الفقره ناقص 7. طب لما عاوز الفقره، لما عاوز الفقره بيساوي الضلع زائد 7. يبقى خلي بالنا من المعلومه دي. طيب نيجي بعد كده نشوف اتصال. ده بالمناسبه احنا عندنا القفص الصادر ده بيكون مخروط الشكل. يعني ايه مخروط الشكل؟ يعني شايف تقوس الضلع الاولاني عامل ازاي؟ كل ما تنزل كل ما تنزل التقوس عمال بيزيد معايا اهو. فدلوقتي لو انا جيت ابص على منظر كده من فوق على القفص الصادر، خلي بالك بقى، بص تقوس الضلع الاول عامل ازاي؟ تقوس الضلع الثاني عامل ازاي؟ تقوس الضلع الثالث عامل ازاي؟ وهكذا، عشان خاطر لما اجيب لك رسمه، لما اجيب لك رسمه مثلا زي الرسمه دي كده، اقول لك تفتكر هو ده الضلع الاولاني ولا ده الضلع مثلا رقم 11؟ اولا ده ما ينفعش الاولاني، لان الاولاني بيكون تقوسه صغير جدا وبيتصل هنا كده، فده ما ينفعش يكون الاولاني. طيب ما ينفعش يكون ال 11، يبقى كده ما ينفعش يكون الاولاني. طب ما ينفعش يكون ال 11 لان ال 11 عائم ومش بيتصل من الامام. وبالتالي لما اجيب لك اي رسمه من فوق منظر علوي كده، يعني لما اجيب لك اي منظر علوي تبقى تعرف ان الضلع ده موجود في انهي منطقه بالظبط. هل يا ترى الضلع الاولاني التقوس بتاعه بيكون صغير اهو، التقوس بتاعه اهو في الصوره دي اهو صغير، الضلع الثاني اكبر شويه، الضلع العائم بتلاقيه مش متصل، الضلع العائم اصلا بتلاقيه مش متصل اهو، سواء كان ال 11 او ال 12 مش متصلين من الامام بعظمه القص، مش متصلين من الامام بعظمه الايه؟ القص. طيب ادي كده برضو التقوسات، ده الضلع الاولاني وده الضلع الثاني، ده كده شكل الايه؟ التقوسات بتاعت الضلوع. نيجي نشوف بعد كده مكان اتصال الضلع بالفقره. احنا شفنا مكان اتصال الضلع بعظمه القص، تعال نشوف بقى الضلع من الخلف بيتصل بالفقره ازاي. الضلع ده بيتصل بالفقرات الظهريه، انا معايا 12 ضلع او 12 زوج من الضلوع بيتصلوا ب 12 فقره ظهريه. بيتصلوا بجسم الفقره، احنا قلنا ان ده كده جسم الفقره اهو، بتلاقي عامل مفصل مع جسم الفقره اهو، مفصل من هنا ومفصل من هنا، وده اسمه نطوق مستعرض. ده كده اسمه نطوق مستعرض، يبقى بيتصل بجسم الفقره ونطوقها المستعرض. الضلع بيجي يتصل بجسم الفقره ونطوعها المستعرض. علشان كده بص دي فقره قطنيه. الفقره القطنيه هي ما عندهاش سطح مفصلي هنا عن نطوق المستعرض، ولا عندها سطح مفصلي عند جسم الفقره. فلو جيت تبص كده ده شكل، دي شكل، دي فقره قطنيه. وبالتالي ما عندهاش هنا، ما فيش الكلام ده هنا، ما فيش عند جسم الفقره ولا عند نطوع المستعرض، لكن دي فقره ظهريه. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ بسبب ان في سطح مفصلي اهوت عند جسم الفقره اهوت، وفي سطح مفصلي عند النطوء المستعرض، ده كده النطوء المستعرض اهو. فالضلع بيجي يمسك هنا كده وتلاقيه عامل كده، الضلع بيجي يمسك عند جسم الفقره ونطوءها المستعرض.
وبالتالي انا عندي الفقره العاديه. بص يعني الفقره القطنيه دي كده فقره قطنيه. الفقره القطنيه بتقدر ان هي تكون ست مفاصل، دي كده قطنيه. تعال نمسك مثلا الفقره دي، الفقره دي بتكون مفصل من تحت اهوت، ادي كده واحد، ومن تحت بتتصل طبعا. النتوء ده اسمه النتوء السفلي اهو، ده سفلي او خلفي، نتوء مفصلي سفلي، وده نتوء مفصلي برده سفلي او خلفي. بتعمل مفصلين تحت، ادي واحد اثنين، يبقى دي كده ادي واحد اهوت، وادي الثاني اهوت، وادي الثالث اهو، تمام. ومن فوق نفس الفكره، بتكون مفصل اهوت، وكمان هنا بتكون مفصلين من فوق. يبقى كده الفقره القطنيه دي بتقدر ان هي تكون ست مفاصل، ثلاثه مع اللي تحتها. وعلى فكره بيكون نوعين من المفاصل، نوعين، لان ده مفصل ده غضروفي، لكن ده دي مفاصل زلاليه. وبالتالي كده انا عندي مفصل غضروفي من تحت ومفصل غضروفي من فوق، يبقى اتنين غضروفي، اتنين غضروفي، زائد انا عندي اتنين زلالي من تحت زائد اتنين زلالي من فوق اهو، اتنين زلالي من تحت واتنين زلالي من فوق، يبقى اربعة زلالي، يبقى اربعة ايه؟ زلالي. فاجمالي المفاصل كم مفصل؟ اجمالي كده المفاصل بيكونوا ست مفاصل. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفقرة القطنية او برضو الفقرات العنقية. لكن الوضع بيختلف بقى مع الفقرات مين؟ مع الفقرات الظهرية. بص بقى، الفقرة الظهرية كده كده بتكون التلاتة اللي هم فوق همت والتلاتة اللي هم تحت، يعني تلاتة فوق وبرضو التلاتة تحت، فبيكون عندها الستة، يعني كده كده عندهم الستة الأساسيين اللي هم ست مفاصل، اللي بيكون عبارة عن اتنين غضروفي وبيكون عبارة عن أربعة زلالي. دول كده كده أساسي موجودين. هنزود بقى عليهم مفصل أهوت، دي كده واحد ودي كده اتنين، وكمان مفصل أهوت واحد اتنين، يبقى كده كمان أربع مفاصل، يبقى زائد أربعة زلالي، لأن دي مفاصل زلالية، دي مفاصل زلالية. فيبقى كده الفقرات الصدرية دي عندها كم مفصل؟ بتقدر إن هي تكون 10 مفاصل. 10 مفاصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتنين غضروفي مع الفقرة اللي فوق مع الفقرة اللي تحت، وبيكون عبارة عن 8 زلالي. 8 إيه؟ 8 زلالي. ممكن يجي لك سؤال مثلا يقول لك إيه اللي هيحصل لو في كسر في المنطقة دي كده؟ لو في كسر في المنطقة ده اسمه النتوء المستعرض. فلو في كسر هيحصل هنا، هيحصل خلل في التمفصل ما بين الفقره الظهريه والضلع بتاعها، لان الضلع بيجي يمسك هنا كده، وبالتالي هيحصل خلل ما بين الفقره الظهريه والتمفصل بتاع الضلع، التمفصل مع الضلع. طيب كده يبقى خلصنا معظم الافكار اللي بتكون على القفص الصدري. احنا قلنا القفص الصدري بيتكون من كام عظمه؟ القفص الصدري بيتكون من 37 عظمه، 14 ضلع، 12 12 زائد عظمة القص زائد 12 فقرة ظهرية يدوني 37 عظمة. والضلوع يكون في منهم 24 ضلع مش 14 ضلع، 12 و 12 يعني 24 ضلع. طيب بيكون في منهم الضلوع دي بيكون في منهم ضلوع حقيقية، يعني بتتصل اتصالا مباشرا بعظمة القص، فهم سبع أزواج يعني 14 ضلع. وبعد كده بيكون في ضلوع كاذبة اللي بتتصل اتصال غير مباشر اللي هم الثامن والتاسع والعاشر. وبعد كده بيكون في الضلوع العائمه، الضلوع العائمه اللي هم ال 11 وال 12، الزوج رقم 11 والزوج رقم 12. احنا عندنا بص بقى كده، زوج الضلوع رقم 11 اهوت بيتصل، زوج الضلوع رقم 11 ده بيتصل بالفقره. تعالى نرسمها لك كده، تعالى ارسمها لك هنا في حته بعيده لوحدها خالص. أنا عندي الفقرة رقم 18 والفقرة رقم 19. الفقرة رقم 18 بتتصل بالضلع رقم كام؟ قلنا إن أنا عشان أجيب الضلع بجيب الفقرة 18 ناقص 7، يبقى 18 ناقص 7 بيساوي 11، يبقى ده كده الضلع رقم 11. طب اللي هو طبعا زوج الضلوع العائم الأول، العائم الأول. طيب الفقرة رقم 19، الفقرة رقم 19 بتتصل، هنجيب بقى بالضلع رقم كام؟ 19 ناقص 7 يديني 12، يبقى ده كده زوج الضلوع رقم 12 اللي هو العائم الثاني. طب الفقرة رقم 19 دي بتكون كام مفصل؟ قلنا ان هي بتكون 10 مفاصل. 10 مفاصل ازاي؟
بص بقى، بيتكون مفصل غضروفي من فوق اهوت، بيكون فيه مفصل غضروفي اهوت من فوق ومفصل غضروفي من تحت، وكمان بيكون فيه مفصلين زلاليين اهوت من فوق اهوت، مفصلين زلاليين من تحت، وكمان بيكون فيه مفاصل زلاليه بتكونها مع الضلوع في جسم الفقره وفي انتوها المستعرض، جسم الفقره وانتوها المستعرض. يبقى كده اجمالي المفاصل اللي بتكونها الفقره الظهريه هم 10 مفاصل. وكده نبقى خلصنا القفص الصدري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.